السطح بعدين من نكمل فوق السطح راح نرجع من جوسط جوسط من الجسم القديم ولا الجسم القديم جزء 8 فقط كيلو 8 كيلو هذا الفرع كله لوازم كذا بس بعد ما له فتح شوف والله عالم يجاني فتحون الله ورد يرجع السوق بشوي الله كريم يرجع ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اذا ان شاء الله في هذه الحياه على الكلام على الحجاج حبيبي على هاي المخازن الجو حاليا نسوي تقرير هذا المكان حتى تتوكلون على الله خاطر وين على الواقع؟ اي على الواقع خلاص يشتغلون هسه يشتغلون حط الواين ثاني يوم ماكو تعال ايش عندك قدامك الشعاني ما خلوا قاسم والله ما خلوا قاسم بالسياره شو لا ما بده هو مثل مثلنا هاي احدى مصادر المرافقين رمانه لقيناها مشكله بالباب هذه يصير بيها حبل خيط رفيع امور قويه يعني يشتعل بسمار نعم هاي من ينشل على بسمار الامان راح يكون يشتغل يهدي صوت الصحيح راح تنفجر الرمانه هاي وين عثرتوا عليها؟ وين بيا منطقة؟ منطقة القديمة شارع غازي. نعم. منطقة القديمة شارع غازي. بناء على توجيهات رئاسة أركان الجيش دائرة العمليات مديرية الهندسة العسكرية شرعت قيادة فرقة المشاة 16 بتطهير المنطقة المحصورة ما بين جسر القديم وجسر الحرية بعمق 800 متر بجبهة 800 متر وبعمق 1800 متر من خلال آمرية الهندسة العسكرية لإزالة مخلفات داعش واجب الآمرية تطهير ما موجود فوق سطح الأرض من خلال البحث والتفتيش عن المخلفات الحربية المتواجدة في هذه المنطقة المحصورة تم إنجاز 20% من الواجب المكلف بقيادة الفرقة الواجب مفتوح ما محدد بوقت معين اليوم تم العثور على 18 عبوة ناسفة مقذوفات مختلفة RPG-7 قذائف هاون تم العثور عليها خلال منطقة باب السراي الآمرية لا زالت مستمرة بالبحث والتفتيش وهذه المنطقة المتواجدين فيها الآن هي المنطقة الإدارية لتسليم المخلفات الحربية اللي يتم العثور عليها إلى قيادة عمليات نينوى نهيب بإخواننا المواطنين المتواجدين في هذه المنطقة التبليغ عن أي جسم مشكوك فيه أو مشبوه فيه أو تواجد عبوات أو مخلفات حربية لداعش في هذه المنطقة باشرة الجهد الهندسي لقيادات الفرق 15 و16 و20 بتطهير المدينة القديمة من مخلفات التي تركتها عصابات داعش الإرهابية عند اغتصابها لهذه المنطقة تم تقسيم المدينة إلى 3 قواطع قاطع الأيسر لقيادة فرقة الجهد الهندسي للفرقة 20 والقاطع الوسط هو للجهد الهندسي لقيادتنا قيادة فرقة 16 وكذلك الجزء الأيمن هو الجهد الهندسي لقيادة الفرقة 15 حاليا مفارزنا دا تعمل من 3 أيام
بتطهير مسافة 800 متر عرض وعمق 1800 متر اللي هو القاطع المسؤول عنه الجود الهندسي لقيادة فرقة 16. تم العثور على العديد من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية، تم تأمينها وجمعها وإرسالها إلى مناطق التمر لغرض إتلافها، والعمل مستمر لحين إتمام تطهير الجزء المسؤول عنه الجود الهندسي الخاص بقيادة فرقة 16 لغرض إكمال وإعادة إعمار المدينة القديمة إن شاء الله.